تقرير دولي يكشف تورط دول عربية في انتهاك حظر التسليح المفروض على ليبيا. أحياء الذكرى 21 لمجزرة أبو سليم أمام مجمع المحاكم بطرابلس. الشركة العامة للكهرباء تكشف عن المناطق التي ترفض الدخول في طرح الأحمال. مشاهدينا الكرام، نقدم لكم نشرة التاسعة من ليبيا بانوراما، أهلا بكم. بالرغم من فرض مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن القرار انتهك من قبل دول تجاهر بدعمها المباشر لأطراف النزاع الليبية، بحسب تقارير لمنظمة دولية آخرها ما تضمنه تقرير لجنة العقوبات الخاصة بليبيا. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. ملف حظر التسليح على ليبيا وتداعياته لا يزال مستمرا على طاولة مجلس الأمن الدولي، خصوصا بعد الكشف عن تورط دول في انتهاك هذا القرار وفق تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا. ورغم مزاعم البعض بأن الملف سيغلق عقب نهاية كل جلسة كغيره من الملفات، إلا أن نيله هذه المرة نصيب الأسد ربما أثار مخاوف دول عدة لم تجد إلا أن ترمي الكرة في غير ملعبها وتوزع الاتهامات دون أي أدلة. الإمارات العربية المتحدة كانت من أول الأسماء على قائمة دول الانتهاك بدعمها أطرافا بالسلاح ضد آخرين في ليبيا، إلى جانب دولة مصر التي وجهت صراحة في جلسة الثلاثاء اتهامات إلى قطر بانتهاك القرار، وقالت إنها ورطت نفسها بدعمها للإرهاب. غير أن قطر بدورها ردت مباشرة في الجلسة نفسها بأن تقرير لجنة لم يشر إلى أي من المزاعم المصرية، لافتة إلى أنها تصب فقط في سياق الحملة الراهنة عليها. وتتواصل الأزمة الخليجية لتعبر عن نفسها في ملفات عدة، من بينها الأزمة الليبية التي بدت واضحة مسارعة دول مثل مصر والإمارات في حلها عسكريا، على عكس موقف الدول العظمى التي ترى الحل في ليبيا سياسيا بحتا. بل إن دولة الإمارات ربما لم تعد تجتهد في إخفاء دعمها لأطراف ليبية وتجاهلها لقرار مجلس الأمن في مناسبات مختلفة، آخرها زيارة نائب رئيس الأركان العامة الإماراتي إلى حفتر في إطار دعم مكافحة ما وصفه بالإرهاب في البلاد. فكيف سيتعامل مجلس الأمن مع كل هذه التجاوزات المصرية والإماراتية؟ لا سيما أن الوضع الليبي يحتاج وقفة جادة لتعزز الاستقرار من الدول العربية التي تسمي نفسها شقيقة. وفي ذات السياق، وصف تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا المقدم إلى مجلس الأمن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه معارض شديد للمجلس الرئاسي الحالي ومهامه التنفيذية، وأن المجلس يواجه انقسامات داخلية أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي. وأضاف التقرير أن الانقسام تفاقم عقب قرار النواب القاضي بتعليق الحوار مع الجانب الغربي، وأن الشاغل الرئيس لصالح هو تنظيم القوات المسلحة وتعيين قائد أعلى في نطاق السلطة الممنوحة له. وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء إلى مدينة لاهاي في زيارة رسمية إلى هولندا بدعوة من رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روتي. المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي وعبر صفحته على فيسبوك ذكر أن السراج سيجري خلال الزيارة التي تستغرق يومين محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي ووزير الخارجية بيرت كوندرز تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة هولندا ودولة ليبيا وبحث أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات. أمهل خليفة حفتر الأربعاء من يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا 6 أشهر لحلحلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، متوعدا بالتدخل في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه. جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي أكد من خلاله أن هذه المهلة تعتبر إنذارا كافيا. هذا وكانت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي قد لوحت في وقت سابق إلى أن منتصف ديسمبر من العام الحالي سيكون موعد انتهاء العمل بالاتفاق السياسي.
وعلى من يعنيهم الأمر حل حالة الأمر السياسي الآن في الفترة من هذا اليوم حتى 6 شهور قادمة، يعني 1/1/2018 تكون هذه 6 شهور منتهية. قد يكون هذا العمل قبلهم بشهور، بشهرين، بثلاثة، قد يكون بعد 6 شهور، ولكن لن يكون أكثر من ذلك، أكثر من 6 شهور. رفض عدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بسبها في اجتماع لهم الخميس بمحلة الجردة القرار الصادر من خليفة حفتر بتكليف حاكم عسكري لسبها، مطالبين باستمرار عمل هيئة صياغة الدستور وعدم حلها. وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية والمشاكل الخدمية التي تعيشها المدينة. اجتماعنا اليوم للوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المواطنين داخل بلدية سبها، وأهم النقاط التي تم نقاشها اليوم هي الحاكم العسكري، نقطة تكليف الحاكم العسكري الذي تم تكليفه من القيادة العامة. خرجنا بعدة نقاط، النقاط من ضمنها اللي هي دعوة إلى استمرار عمل لجنة الدستور، اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم حلها، دعوة إلى انخراط أعضاء البرلمان في الاتفاق السياسي حتى توحدوا جهود السياسية في ليبيا، ونقطة أخرى اللي هي طبعا مؤسسات المجتمع المدني ترفض تكليف أي آمر منطقة عسكرية لسبها إلا من سبها أو من منطقة الجنوبية. هذا وكان خليفة حفتر قد أصدر قرارا يقضي بتعيين معاون لآمر المنطقة العسكرية سبها وآمر لعملياتها، وعين بموجب القرار رقم 179 لعام 2017 العميد سالم عبد السلام عتيق درياج معاونا لآمر المنطقة العسكرية سبها، والعميد الركن علي محمد عمر سعد آمرا لعمليات المنطقة العسكرية سبها، على أن ينفذ هذا القرار منذ نشره ويلغى ما سبق حسب ما ورد فيها. طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب هيئة السيطرة والقضاء التابعة لحفتر بعدم إعطاء الإذن الأمني لدخول السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني من المنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة الثني شرق البلاد. وأوضح الميهوب في خطاب له أن هذا القرار جاء على خلفية تغريدة للسفارة على حسابها على تويتر سخرت فيها من قوائم الإرهاب الصادرة مؤخرا عن لجنة الدفاع. احتج العديد من أهالي السجناء أمام مجمع المحاكم الخميس في الذكرى 21 لمجزرة أبو سليم، وذلك لمطالبة القضاء بتفعيل المحاكم لبناء دولة القانون وعدم إنشاء سجون خارج سيطرة الدولة، كما طالبوا بمحاكمة السجناء واتخاذ خطوات جادة للإفراج عن الأبرياء داخل السجون وإظهار الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الجمعية نحن لا نطالب القصاص من أجل الانتقام، ولكن نطالب القصاص من أجل العدل، لأن العدل هو الذي يزرع الأمن في البلاد، وإذا زرع الأمن في البلاد نهضت الأمة وتقدمت الحضارة. فنحن دعاة حضارة ودعاة خير ودعاة أمن وعدل. من أبشع الجرائم التي سجلها التاريخ الليبي في عهد القذافي كانت مجزرة سجن أبو سليم، حيث قتل أكثر من 1200 سجين دون ما محاكمة. وبعد مرور 21 عاما على الجريمة ما زال أهالي الضحايا في انتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في حق من أمر وأشرف ونفذ الجريمة. المزيد في سياق التقرير التالي. بدأت المذبحة حوالي الساعة 10:30 صباحا، استمرت إلى الساعة 1. كان القتل هذا يوم السبت 29/6/96. مجزرة أبو سليم أكبر عملية إعدام في القرن العشرين، جريمة بأركانها الثلاثة: قتل ودفن جماعي لأكثر من 1200 سجين، وستار إنكار صلب أسدله نظام القذافي لأكثر من عقد من الزمن. وكل من حاول أن يبحث في وقائع الجريمة لا يلقى إلا الإنكار والصمت الذي لم يصمت طويلاً بعد أن كشف ستره الأهالي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وسردت روايتها الدقيقة للأحداث الدامية. 29 يونيو عام 1996 شهد المجزرة
كرد على مطالب السجناء بتحسين ظروفهم من السيئة جدا إلى السيئة فقط. فما طلت السلطات ورفضت وأوفدت عبد الله السنوسي الذي وعد بالاستجابة للمطالب، وعوضا على الوفاء بوعوده أشرف على عملية إبادتهم باستخدام الرشاشات والقنابل اليدوية خلال ساعتين، بحسب الروايات لإسكات صوتهم الذي طالما كان مصدر إزعاج للقذافي. دفن بعض منهم في باحة السجن ودفن البقية في مقابر جماعية، حتى جاء عام 2004 وتحت الضغط اضطر القذافي للاعتراف بالجريمة منكرا عدد القتلى واتهمهم في التسبب في المجزرة. بحلول الخميس في 29 من 2017 انقضى 21 عاما على مذبحة سجن أبو سليمة في طرابلس، وبعد مرور 6 سنوات على القضاء على نظام القذافي لم تبدأ محاكمة الجناة ولم يعرف مصير جثامين الضحايا، ما يعد إخفاء قسريا وجريمة ضد الإنسانية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو نائب رئيس جمعية سجناء الرأي أبو بكر الغرياني. سيد أبو بكر، البداية مرحبا بك. بداية، الذكرى 21 لمجزرة أبو سليم، ما الذي جد حول حقوق أهالي الضحايا؟ تحدث هنا قانونيا سيد أبو بكر. بداية السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك وللسادة المشاهدين، ونترحم به على أرواح شهدائنا شهداء مذبحة سجن أبو سليم. هذه الجريمة الشنعاء التي حدثت في ظل وصاية وفي ظل رعاية من دولة، فهي جريمة منظمة تعد في هذا العصر وهي من أبشع الجرائم. الحقيقة يعني نحن من بعد 17 فبراير كنا نتأمل أن تكون هي القضية الأولى التي تقدم إلى القضاء وتقدم إلى العدالة الليبية حتى يطمئن المواطن، يطمئن ذوي الأهالي عن معرفة سر هذه القضية وما هي الأسباب والإفصاح عن هذا الملف حقيقة دون مراء. لكن وإذا بنا يعني كل سنة نجتمع نتظاهر نحاول أن نرفع شعارات نتلو البيانات أمام مكتب النائب العام ودون جدوى. كيف كانت النتائج؟ كيف كان إلى الآن ليست هناك أي نتائج، هناك مؤشرات يشكر فيها مكتب النائب العام اليوم، يشكر فيها مكتب كذلك المحامي العام، هناك مؤشرات أن القضية قد أخذت درجة زيادة وأن تم الاستيفاء فيها وتم فيها تحضير ملف وتقدم فيه إلى القانون وإلى المحاكم، وهناك تقريبا بعد الإفراج عن بعض الشهود وبعض المدانين أو المتهمين بحجة أنهم قضوا المدد اللي تستحق للجرم اللي هم قائمين به، لكن وعدونا أن يعني خلال شهر أو كذا هي تقدم إلى العدالة. نعم سيد أبو بكر، يعني مع هذه المجزرة اصطفى في جانبها مجازر كثيرة الحقيقة ارتكبت بعد ثورة 17 من فبراير، يعني نتكلم بشكل أوضح لربما، هل القضاء الليبي يعني فعلا قادر يعني في الفصل فيها أم أنه سيرجع وسيعود للمحاكم الدولية في النظر في ذلك؟ هو لا شك ما نتمناه أن القضاء الليبي النزيه العادل إذا توفرت له الظروف وتوفرت له الأسباب سيكون عدال قانون عادل وسيتخذ مجراه إذا توفرت له الأمان للقضاة وللمحامين وللأجهزة الأمنية الأجهزة الضبطية وهذا كله إذا توفر فسوف يكون بعون الله قضاء عادل ولا نشك في هذا. لكن هناك تساؤلات واستفهامات يعني تراها الذوي الشهداء وأعضاء الجمعية الليبية لسجناء الرأي يستفسرون لماذا هذا التأخير إلى هذه اللحظة 7 سنوات أو قاربنا عن 7 سنوات ولم يقدم ملف هذه القضية إلى الآن. فالتأخير في تقديم ملف هذه القضية هو نوع من الظلم، نوع من التعدي، هو يساهم في نشر الفساد، يساهم في انتشار السجون الغير شرعية الخارجة عن بسطة الدولة، يساهم في التعدي على المواطن وعلى حقوقه. المواطن الذي
الذي كان يتأمل أن ثورة 17 فبراير التي بدأت شرارتها هم أولئك النسوة والأمهات الثكالة البنات الأرامل اللواتي خرجن في مدينة بنغازي وتم الاعتداء عليهن، وانطلقت 17 فبراير برفات ودماء هؤلاء الشهداء. الآن هم في خيبة أمل، الآن هم ينتظرون. اليوم نحاول أن نجمع شيء من الأهالي والأمهات، ولكن دون جدوى، يروا بأن الحق قد ضاع. ولكن هي رسالتنا من خلال منبركم الكريم، لا يضيع حق وراه مطالب. القضاء الليبي نحن على ثقة كبيرة جدا فيه، وعلى أمل أن تقدم هذه القضية خلال هذه الأيام أو خلال هذا الشهر، وسوف يعني يرى القضاء فيها رأيه، وإلا سمضطر الجمعية أو ذوي الأهالي وأصحاب الحقوق إلى تدويل هذه القضية. يعني هذا حق يجب أن أهله يستوفوه في الحق المادي والمعنوي وما يترتب عليه من حقوق. يعني منظمات المجتمع الدولي مع الأسف المعارضون الذين كانوا يتخذون هذه القضية شماعة ويستترون خلفها للضغط على نظام القذافي، نعم، ومن أجل الضغط عليه أمام مؤسسات المجتمع الدولي، أين هم الآن؟ صحيح. الساسة غيرهم المستقلين الأحزاب المعارضة برمتها التي كانت تستعمل هذه القضية من أجل الضغط على نظام القذافي، الآن جميعهم تركوا هذه القضية. فرأي جمعية سجناء الرأي على الجميع ألا يستعمل هذه القضية، هذا مطلب من مطالبنا الأساسية، ألا تسيس هذه القضية وأن تتخذ مجراها المجرى القانوني والقضاء العادل، وألا يستعملها صف أو تيار أو حكومة أو جهة معينة، أن تأخذ هذه القضية مجراها القضاء العادل حتى يتسنى لنا بناء دولة العدالة دولة القانون. الأمر الثاني هو مسألة استيفاء حقوق الناس، يعني معرفة مصير أبنائهم وذويهم، ما يترتب عليه من حقوق مدنية، من زواج، من طلاق. يعني هناك بعض الأفراد مجهولين إلى الآن، لم تسلم لهم لا أوراق ولا شهادات ولا كتيبات ولا ورقة الدفن ولا غيره. هناك بعض الجثث والجثمين إلى الآن قاربنا أكثر من 20 سنة، هي موجودة في الثلاجات، موجودة إلى الآن مرمية في الثلاجات، هي مجهولة الهوية. هل هي متعلقة بقضية سجن أبو سليم أم بغيره؟ هذا الجمعية والمؤسسة الحقوقية تطالب بالكشف والإفصاح عن هذه القضايا وغيرها. الأمور الأخرى ما تتمناه الجمعية الليبية لسجناء الرأي بصفتي كممثل عنها في هذا المنبر، ألا يستعمل أي اتجاه هذه القضية شماعة له، وأن يتم الضغط بها والزج بها في المحاكاة وفي التجاذبات السياسية. نشتغل نحن جميعا من أجل إرساء مفهوم التداول السلمي على السلطة، الديمقراطية، احترام حرية الرأي، ألا يكون هناك قبض ولا اعتقال قسري ولا غيره من أجل اختلاف الرأي أو من أجل قضايا متنوعة. طيب، يعني سيد أبو بكر، يعني بصفتك رئيس جمعية سجناء الرأي، حدثنا عن هذه الجمعية وما الدور التي تقوم به يعني في حق السجناء بالبلاد، خاصة وأن هناك يعني في البلاد توجد هناك سجون سرية وهناك سجناء لم يتم محاكمتهم إلى هذه اللحظة. نعم، بارك الله. ما هو دوركم في هذا؟ هذا أمر مهم جدا. هي تأسست هذه الجمعية قرابة حوالي 1500 عضو ينتمي إليها كسجين سياسي سابق بشتى أنواعهم، لا ينتموا إلى تيار أو توجه معين. هذه الجمعية هي هدفها الرئيسي هي احترام الرأي ومحاولة تكريس قضية التداول السلمي على السلطة، احترام الرأي. دورنا السياسي في الانتخابات هي كلجنة محافظة تحافظ على نزاهة الانتخابات، كذلك الأمور الأخرى من الواجبات أو الأمور التي نقوم بها هي زيارة السجون التي تحت سيطرة وزارة العدل وتحت سيطرة الداخلية. لكن بعد ما حدث من انفلات أمني وخرجت السيطرة عن الدولة، طبعا انسحبنا
وليس أصبح ليس لنا دور ولا يسمح لنا لا بزيارة سجون ولا حتى بالتعبير عن رأينا في مسألة احترام الآراء وعدم اعتقال الأشخاص عن هوياتهم، عن آرائهم، عن اختلافهم، عن انتماءاتهم، عن مدنهم. كل هذه الأشياء الآن هي أمر واقع. ولهذا أعود أن الجمعية تطالب بالفصل في هذه القضية الأساسية. فإذا أقيم العدل في هذه القضية، نحن حقيقة كما سمعنا في التقرير، لسنا دعاة تشفي، لسنا دعاة ظلم، لسنا دعاة انتقام، إنما دعاة إقامة دولة العدل حتى يتحقق الأمن والأمان للمواطن في جميع ربوعها. تختفي هذه السجون الخارجة عن سيطرة الدولة، تختفي كل المظاهر من استيقاف غير قانوني، من اعتقال قسري، من الخطف، من القتل، كل هذه المظاهر إذا أقيم العدل. بالإضافة أخي الكريم، يجب على الجهات الرسمية أن توفر الأمان والحراسة للقضاة، للمحامين، للجهات التي تريد أن تقيم العدل وأن تقول الكلمة الفصل. يجب أن يوفر لهم أمنا وأمانا حتى يستطيع أن يحكم بالعدل، وإلا فالجميع لن يستطيع أن يحكم. نعم، وصلت الفكرة. نشكرك يعني سيد أبو بكر لتلبية الدعوة. شكرا. وحضورك معنا هنا في الاستوديو، نشكرك جزيل الشكر. نائب رئيس جمعية سجناء الرأي أبو بكر الغرياني، شكرا جزيلا لك. شكرا مجددا. الله فيك. شكرا. قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيال الأربعاء إن السعودية لم تبلغهم إلى الآن عن أسباب اعتقال مواطنين ليبيين يعملان بجهاز الشرطة بمطار جدة بعد أدائهما مناسك العمرة، موضحا في تصريح لوكالة آكل الإيطالية أن وزارته على تواصل مع الخارجية السعودية التي تتعامل مع الأمر بشكل أمني وبتكتم. وأضاف سيالة أن المملكة لم تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطنين محمود بن رجب ومحمد الخضراوي، وإنما لديها قائمة أمنية تضم 4 أسماء من بينها المواطنان وشخصان آخران. كشفت الشركة العامة للكهرباء في رسم توضيحي عبر صفحتها على فيسبوك الخميس عن المناطق التي رفضت الدخول في طرح الأحمال، وهذا ما تسبب بحسب الشركة إلى إرباك التوزيع العادل لعملية الطرح. وهذه المناطق هي الحرشة والزاوية والخمس في المنطقة الغربية وفي الجبل الغربي منطقة شكشوك والرويس. هذا وقالت الشركة العامة للكهرباء الخميس إن الشبكة تمر بفترة حرجة للغاية رغم الجهود المبذولة من العاملين نتيجة لدرجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، مهيبة في إعلان لها بكافة المواطنين إلى التعاون من أجل معالجة المشكلة من خلال إطفاء الأحمال الزائدة عن الحاجة مثل سخانة المياه والإنارة الخارجية والأجهزة الكهربائية التي يمكن الاستغناء عنها. وطالبت الشركة المواطنين باستعمال أجهزة التكييف بالحد الأدنى وإيقاف المصانع الصغرى والمتوسطة خلال هذه الفترة للاقتصاد في استهلاك الطاقة. وينضم إلينا عبر الهاتف مساعد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عياد الجنيدي للحديث أكثر يعني عن هذا الموضوع. سيد الجنيدي، البداية مرحبا بك. اليوم أعلنتم رسم توضيحي عن المناطق الرافضة في الدخول لطرح الأحمال، حدثنا عن هذا الأمر بدقة سيد الجنيدي وأكثر توضيح، تفضل. لا، تحية طيبة لك ولجميع متابعي قناتكم. هذا الموضوع ليس بجديد. المناطق التي ترفض طرح الأحمال في السابق هي نفس المناطق التي ترفض طرح الأحمال في الوقت الحالي. 1400 ميجاوات العجز القائم الآن في الشركة في الشبكة إذا توزع على جميع مناطق ليبيا لا نتجاوز 2 أو 3 ساعات على جميع السكان. ولكن تعمت هذه المناطق أو من يقوم بمهاجمة المحطات داخل هذه المناطق ومنحهم من تطبيق طرح الأحمال حال دون توزيع بالتساوي في عملية طرح الأحمال بين المناطق. نعم، يعني هل تواصلتم مع عيان هذه المدن والمناطق التي أسميتموها في إعلانكم اليوم في صفحتكم على الفيسبوك؟ بالتأكيد تم التواصل معهم في السابق وتم مراسلتهم من الحكومات المتعددة السابقة ولكن دون أي استجابة الحقيقة. يعني لا توجد أي نتاج من هذا الأمر وسيستمر، يعني هذه الإشكالية ستستمر يعني سيد البلازي؟ حتستمر إذا لم تقوم هذه المناطق من تلقاء أنفسها
وتحمل عبء المسؤولية عليها نفس المناطق الأخرى وتحمل طرح الأحمال نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. احنا بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم أو الأحد حيتغير الطقس ونرجع إلى 30 درجة مئوية وممكن ما يكون في طرح أحمال ويكون ساعتين أو ثلاثة على جميع الليبيين. نعم سيد الجنادي عفوا يقول لك قائل انكم في شهر رمضان بذلتم جهود يعني حثيثه وتشكر يعني الحقيقه كربط الشبكه الغربيه مع الشرقيه ودخول محطات للعمل من جديد، هذه الجهود من المفترض ان تظهر نتائجها في هذه الفتره خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. أخي الكريم العجز اللي موجود في الشبكة الليبية، الشبكة الليبية شبكة واحدة والشركة العامة للكهرباء شركة واحدة ونحن نرفض عملية التقسيم للشركة العامة للكهرباء أو الشبكة الليبية، ولكن النتيجة لما يحدث من الشبكات سواء كان في الهلال النفطي أو في شمال بنغازي أدت إلى قسم هذه الشركة ورجعت الشركة الشبكة شبكة واحدة، ولكن العجز موجود في المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية تعاني من عجز في الإنتاج في الوقت الحالي وعندهم في حوالي 200 إلى 300 ميجا عجز. ولكن الربط يعطينا استقرارية للشبكة تكون شبكتنا أكبر بدل ما نكون ثلاث جزر أصبحنا شبكة واحدة نحافظ عليه استقراريتنا ما تأثرش فينا نخرج في بلاك أوت للشبكة بالكامل، ولكن العجز موجود في المنطقة الجنوبية وموجود في المنطقة الشرقية وموجود في المنطقة الغربية، إذن العجز في الشبكة العامة بالكامل. فهمت من كلامك يعني سيد الجنادي بأن من السبت المقبل مع انخفاض درجات الحرارة لن يكون هناك طرح أحمال، ماذا إن ارتفعت درجة الحرارة من جديد يعني؟ بالتأكيد المتاح من الإنتاج 5000 ميجا واط على مستوى محطات الموجودة في ليبيا بالكامل. الاستهلاك اليوم وصل عند 6500، إذا في 1500 ميجا واط زاد من نتيجة للتشغيل المفرط للمكيفات وللإنارة وللمضخات. نشدنا جميع المواطنين عبر وسائل الإعلام وعبر المواقع التواصل الاجتماعي انهم ينقصوا من الاستهلاك يتعاونوا مع الشركه العامه للكهرباء، احنا نشكر جميع المواطنين اللي تعاونوا معنا بالحقيقه، ولكن زي ما قلت لك انا باذن الله ممكن نزال اليوم ولا اثنين درجه حراره مرتفعه وترجع درجه الحراره وتستقر الشبكه باذن الله. نعم وصلت الفكره. عياد الجنادي مساعد المدير التنفيذي للشركه العامه للكهرباء حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اتهم جهاز حرس السواحل وأمن المواني سفن إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمات غير حكومية بالوقوف وراء تزايد تدفق المهاجرين نحو إيطاليا الآونة الأخيرة، وأكد حرس السواحل في بيان له الخميس أن هذه المنظمات تشجع المهاجرين للتوجه نحو الهجرة وهي ترفض قبول توجيهات حرس السواحل. وفي أول أيام عيد الفطر وصل العدد هائل حوالي 8000 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا، سببه تواجد سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الغير حكومية اللي هي الانجيو وكذلك بعض القطع البحرية العسكرية الأجنبية والتي تقوم بإنقاذ المهاجرين، وكأنهم على علم مسبق مع مهربي البشر وعصابات التهريب. الأمر اللي يشجع المهاجرين وتجار البشر في التمادي وازدياد قوارب الهجرة على حد سواء وتزايد نشاطها بشكل كبير في الآونة الأخيرة بمنطقة الدورية اللي هي حدود المياه الإقليمية اللي بيها حوالي 12 ميل بحري، وهذا كله بسبب تواجد المنظمات الغير حكومية بالقرب من المواني من المياه الإقليمية شجع المهاجرين على الازدياد ورفضهم لقبول التعليمات والتوجيهات من قبل السفن الإنقاذ وزوارق الدورية التابعة لجهاز حرس السواحل ورغبتهم في التوجه إلى المنظمات اللي هي موجودة حوالي 12 ميل لتقديم المساعدات لهم ورفضهم القيادة للإنقاذ الليبي. وأكد جهاز حرس السواحل أن الاتحاد الأوروبي غير جاد في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، مجددا تأكيده أن المنظمة غير الحكومية سبب رئيس في تعريض حياة المهاجرين للموت.
إن الاتحاد الأوروبي غير جاد في الحد من هذه الظاهرة، بل مساعدة في ازديادها، بل ساعد في ازديادها لوقوفه متفرجا أمام أعمال هذه المنظمات. نرى نحن حرس السواحل أن المنظمات الغير حكومية سبب رئيسي في تعريض المهاجرين غير الشرعيين للهلاك والموت وليس إنقاذهم، وذلك بتشجيعهم على الهجرة الغير شرعية خلال طريق صحراوي يمتد آلاف الكيلومترات يتعرضون فيه للسطو من قبل الخارجين عن القانون والاستغلال بجميع أشكاله من قبل المهربين قبل وصولهم إلى النقطة الأخيرة وهو البحر الذي يتعرضون فيه للغرق في بعض الأحيان. قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق الخميس بزيارة تفقدية لمقر قوى مكافحة الإرهاب، التقى خلالها مع أمير القوى العميد محمد الزين والضباط المكلفين بإدارتها. وقدم الضباط المكلفون خلال الزيارة شرحا لآلية عمل القوى من أجل مكافحة الإرهاب والإسهام في زرع الأمن والاستقرار. وأكد معتيق استعداده لتدليل الصعاب التي تعيق سير عملها حتى تتمكن من أداء المهام المكلة إليها. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بحث الترتيبات النهائية لبداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأحد القادم بسرت. المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد ارتفاع انتاج ليبيا النفطي ليتجاوز 900 ألف برميل يوميا. تقرير دولي يكشف تورط دول عربية في انتهاك حظر التسليح المفروض على ليبيا. أحياء الذكرى 21 لمجزرة أبو سليم أمام مجمع المحاكم بطرابلس. الشركة العامة للكهرباء تكشف عن المناطق التي ترفض الدخول في طرح الأحمال. حياكم الله من جديد. تمكنت الجهات الأمنية معززة بجهود الحكماء والأعيان من إخلاء سبيل وفد تابع للأمم المتحدة عقب احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة المطرد غرب العاصمة لساعات. تفاصيل نتابعها في التقرير التالي. من مهمة عمل إلى هجوم ثم احتجاز، ولأربعة ساعات من الجهود الأمنية والاجتماعية إلى حين الإفراج عنهم. القصة باختصار لما تعرض له وفد أممي مكون من أربعة أشخاص كانوا ضمن مجموعة تزور إحدى مراكز إيواء المهاجرين بصرمان غرب مدينة الزاوية، إذ تعرض موكب البعثة في منطقة المطرد شرقي مدينة الزاوية لهجوم مسلح مفاجئ أدى إلى إصابة سيارتي دفع الرباعي
تابعة للبعثة الدولية، ما أدى إلى وقوع 4 أفراد أسرى لدى مجموعة مسلحة بالمنطقة. وتمكنت الجهات الأمنية بوساطة اجتماعية من إطلاق المحتجزين وعادوا سالمين إلى العاصمة طرابلس. انتقلنا رفقة جهاز الحرس الرئاسي، انتقلنا إلى زوارة واستلمنا الجميع والحمد لله، كانت الأمور طيبة جدا سواء في زوارة ولا في سرمان. وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة أكد أن الوزارة تعمل وفق الإجراءات القانونية لحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا، لافتا إلى أنهم شكلوا لجان تحقيق لمتابعة تفاصيل الحادثة. شرعنا في تشكيل لجان تحقيق وبدلت لجان المباحث الجنائية باعتبار هذا الحدث، يعني في تقديرنا اليوم هو لا يعد أن كونه حدث جنائي، يعني لأن المجموعات التي كانت وراء هذا الحدث وراء حقيقة المفاوضات والمصالح التي كانت وراء هذا الحدث حقيقة هي كانت جدا بسيطة جدا، وهي في إطار حقيقة العمل الجنائي. مآلات ما حدث من تعرض لوفد دبلوماسي ستكون له انعكاسات على عودة السفارات والمنظمات الدولية للعمل من ليبيا، باعتبار الحادثة مؤشرا لعدم استقرار الوضع بشكل كامل، وهو ما يستوجب بذل جهود أكثر من قبل الجهات المسؤولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات. من جهته أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة في تصريح لليبيا بانوراما الأربعاء عن أسفه عن الحادثة التي تعرض لها فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة الزاوية، مؤكدا سعيهم لإرساء دولة القانون لتحقيق الاستقرار للمواطنين وللرعايا الذين يعملون داخل ليبيا. بحقيقة نتأسف على هذه الحادثة وهذه الواقعة، لأننا نسعى كل الليبيين معنا إلى إرساء دولة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار لكل من يكون معنا في الدولة الليبية، سواء كان من المواطنين أو من رعايا المنظمات الدولية أو حتى من رعايا الدول الليبية وكذلك أشقاء العرب. وفي سياق متصل، أدان رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الخميس حادثة الاعتداء على فريق بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أثناء مرورهم بالطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معتبرا إياها جريمة تمس هيبة الدولة الليبية وتشوه صورتها لدى العالم. وطالب صوان في تصريح عبر موقعه الشخصي على موقع فيسبوك الحكومة والأجهزة الأمنية بوضع حد لهذه الاختراقات ومتابعة الفاعلين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا. أكد عميد بلدية سوق الجمعة ورئيس لجنة الإشراف على الامتحانات هشام بن يوسف الخميس أن اللجنة ستلتزم بتنفيذ اللوائح المنظمة لسير الامتحانات، بما في ذلك تطبيق العقوبات على كل من يساهم أو يحاول الغش وتسريب الأسئلة، لافتا إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من قطاع التعليم. بن يوسف أضاف في بيان له أن الجهات الأمنية باللجنة ستتعامل مع كل من يحاول التعدي على المدارس أو على الملاحظين والمراقبين بالأسلوب الرادع المناسب، مؤكدا أن اللجنة ستواصل تنسيقها مع القوى الأمنية بالبلدية. وفي السياق، عقد بسرت الخميس اجتماع موسع ضم رؤساء لجان الامتحانات ومراقبيها لبحث الترتيبات النهائية لبداية امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل بحضور مراقبي تعليم سرت مفتاح عبد الكافي ومدير مكتب الامتحانات بسرت ميلاد القبي ورؤساء لجان الامتحانات. وقال مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي إن الاجتماع استعرض القرارات الصادرة من وزارة التعليم بحكومة الوفاق والإدارة العامة للامتحانات بشأن اللوائح التي من المفترض أن تطبق من خلال رؤساء لجان الامتحانات، ومنها عدم حضور أي معلم غير مكلف بالإشراف في لجنة الامتحانات وعدم نقل واستعمال الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.
اقتصاديا، تجاوز انتاج النفط هذا الاسبوع 900,000 برميل يوميا حسب مصادر المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت هذه المصادر ان انتاج ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 935,000 برميل يوميا، وان المؤسسة تسعى الى الوصول بالانتاج الى 1,000,000 برميل يوميا في نهاية الشهر القادم. وتعكف المؤسسة حاليا على إصلاح بعض التسريبات بخطوط أنابيب تربط بين الحقول النفطية وميناء التصدير بالسدرة وزويتينا. قفزة نوعية حققها القطاع النفطي الليبي بعد أن فكت مستوياته عقدة 900,000 برميل يوميا التي بلغت معدلاته في 14 سبتمبر 2016 260,000 برميل حسب تقارير المؤسسة الوطنية للنفط. ليبيا صاحبة الاقتصاد الريعي المعتمد كليا على تصدير النفط تعول بشكل كبير على هذا القطاع للاكتفاء المحلي وسد متطلباتها في التطوير ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار وغيرها، وتطمح بشكل كبير إلى تخطي عتبة 1,000,000 برميل مع حلول أغسطس لهذا العام. تعافي هذا القطاع لم يكن عبثا أو محض صدفة، ولكن بخطوة استراتيجية دأبت على تنفيذها المؤسسة. كان أولها إعادة فتح الحقول النفطية المقفلة كالشرارة والفيل والبيضاء والهيب واستقرار الوضع الأمني في حقول أخرى. أضف على ذلك عودة الشركات كشركتي فروشتل وشلمبرجير. لا شك أن نهضة القطاع النفطي أساسها الاستقرار الأمني، ولدى المؤسسة خطتها الاستراتيجية التي تمتد إلى عام 2020 ببلوغ الإنتاج إلى سابق عهده قبل 2011. وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا الأربعاء بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة عن أي تجاذبات سياسية كونها آخر مؤسسة مهنية تمس حياة وقوت الليبيين، مؤكدا في بيان له على تماسك العاملين في القطاع مع لجنة الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة برئاسة مصطفى صنع الله. ودعا الاتحاد جميع الليبيين إلى دعمها والوقوف معها لزيادة الإنتاج والوصول إلى الهدف المنشود، مما يساهم في توفير العملة الصعبة لرفع المعاناة عن أبناء الوطن الواحد. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الخميس إلى 1249 دولارا و79 سنتا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة إلى 16 دولارا و86 سنتا للأوقية، في حين زاد البلاتين 922 دولارا و50 سنتا للأوقية حسب رويترز. الحصاد الإخباري تكامل، وإليكم أبرز العناوين. تقرير دولي يكشف تورط دول عربية في انتهاك حظر التسليح المفروض على ليبيا. أحياء الذكرى 21 لمجزرة أبو سليم أمام مجمع المحاكم بطرابلس. تابعتم أيضا في الحصاد، الشركة العامة للكهرباء تكشف عن المناطق التي ترفض الدخول في طرح الأحمال. أطيب التحايا وإلى اللقاء.